معايا عبر الهاتف الآن المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك يا فندم، فرصة سعيدة جدا. أنا كنت لسه بقول يا فندم على قيمة وشرف فكرة تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لنجومنا وأبطالنا المصريين في كل الألعاب اللي حصل النهاردة، وقيمته بالنسبة لكل بطل مصري. الحقيقة دايما اهتمام فخامة الرئيس بالرياضة المصرية هي سبب كبير جدا ودافع لكل الرياضيين المصريين لتحقيق النتائج المميزة. يعني سيادة الرئيس من فترة طويلة قال إن الرياضة أمن قومي، مفيش محفل رياضي حصل، وسيادة فخامة الرئيس يعني كرم اللاعبين والأبطال والأجهزة الفنية والإدارية ورؤساء الاتحادات وأعضاء اللجان الأولمبية. الحقيقة دايما بيدينا دافع وفي وقته. يعني النهارده حضرتك احنا داخلين على بطوله الالعاب الاولمبيه وبنتكرم على الدوره الافريقيه عشان يبقى دافع لينا ان شاء الله في الاولمبيات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طمنا يا فندم على ابطالنا المصريين في اولمبياد باريس، باذن الله نتفائل ونطمن ونقول ان شاء الله نرجع باكبر عدد من الميداليات زي ما احنا رايحين باكبر بعثه في تاريخ مصر ان شاء الله. ان شاء الله احنا يعني كل الاتحادات قايمه بدورها وكل اللعيبه قايمه بدورها وكل الناس شغاله على الخطط الفنيه ونفذتها. عندنا فرص كبيره ان شاء الله والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله باذن الله. الموقف الاخير موقف اللجنه الاولمبيه في قرارها مع شهد سعيد لاعبه الدراجات، هل الموقف ده هو كان موقف اخلاقي وفكره انه احنا نعلي القيم، ولا كان لمخالفه في اتحاد الدراجات؟ لا، هو الاول حضرتك الموضوع لما اثير فاحنا يعني كان دورنا كلجنه القيم التابعه للجنه الاولمبيه هي تطمئن قلبها يعني ان الاجراءات تمت سليمه. بمراجعه الاجراءات فكان في خطا في تنفيذ اللائحه، لان اللائحه المفروض الايقاف هو ايقاف دولي ومحلي مش ايقاف محلي فقط طبقا للائحه الاتحاد الدولي. وبالتبعيه كان لازم تاخد تصريح بالاشتراك في الدوره الاولمبيه، لان اللائحه بتقول ان في حاله الايقاف اللاعب يتقدم باخذ تصريح للاشتراك في الدوره الاولمبيه. وده ما تمش. تقرير الحكم موجود من 3 شهور، تقرير الحكم بيشرح الواقعه بالكامل يعني. والواقعه فيها ادانه، بس انا مش عاوز اقول برضو هي في الاخر الاثنين يعني شباب بنات صغيرين ومستقبل قدامهم كبير. صحيح. فحتى لو كان في ادانه للاعيبه فده مش معناه انه نهايه المطاف، لان الانسان لما بيغلط وده مش عيب. صحيح. كلنا بنغلط، اللي بيغلط بياخد عقابه. صحيح. ويبتدي يحصل يقوم مع نفسه يعني المفروض يصحح الوضع. وهي فعلا برضه اعتذرت للاعيبه الثانيه، واللاعيبه الثانيه برضه قبلت الاعتذار بتنازل عن القواضي اللي في المحاكم. لأن برضه ما يصحش إن الرياضة توصل بين لاعبين للمحاكم، لأنه مش منطقي كمان. صحيح، أتفق مع حضرتك 100%. المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله نرجع بأكبر عدد من الميداليات وأكثر إنجاز ما تكررش قبل كده، نشوف أبطال جدد، نشوف أبطال قدامى بيشرفوا بلدنا. مهما قلت لك روعة علم مصر كده بيترفع، واحنا يعني ان شاء الله واخدين ذهبيات كثيرة في الاولمبيات. يا جمال المنظر، يا سلام على السلام الوطني لما بيتهزف، ياه بيبقى حالة عظيمة. يا رب كل ابطالنا باذن الله يرجعوا لنا بميداليات، ويا سلام لو فيهم ذهبيات كمان باذن الله. عندنا ابطال رائعين في كل الالعاب، ندعم ونساند ونفرح بيهم ان شاء الله لما يرجعوا.